انا عايزك تقولي لي ايه قصص الحب اللي عايزه تشوفيها دي، وهتيجي ايه يعني في قصه حبنا؟ في قصه حب ابوي وامي. ابوك وامك دي ولا تيجي ذره في قصه حبنا؟ دي قصه روتينيه جدا. وايش عرفك انها روتينيه؟ ده بابا داخ على ما اتجوزها. ضخ ضخ كيف صاخ يعني؟ مش ده قصدي. انا قصدي يعني ان اي حد يعرف قصتنا هيقول كيف واحده زيك بعيلتك وجمالك وشعرك الاصفر ده يحب واحد يعني جاي من المجهود زي. اولا انا اللي فزت بيك لان اي واحده تتمناك. ثانيا البني ادم روح، وانت روحك واضحه وصافيه زي نقطه النقل. يا حزن ابوي واللي جابني. ايه الكلام الحلو ده؟ بتقولي شعر؟ ثالثا ايوه انا واثقه انك من اصل كبير ومن عيله كبيره كمان. وعرفت كيف يعني؟ ده الحكومه نفسها ما تعرفش عني حاجه. من طريقه حبك لولادك بتاكد انك كنت بتحب ابوك وبتحترمه قوي. قولي كان نفسي اشوفه عشان احس بالحب ده. لا من حق، عرفت كيف؟ هو انا في حاجه في حياتي غيرك انت والولاد؟ كل حاجه كيف يعني؟ ما وراكيش حاجه غير انك تراقبيني؟ حبيبي وانت معايا بتسيب نفسك على راحتها. انا كتير سمعت صوتك وانت بتحلم، وانت بتسرح، حتى كوابيسك بقيت حافظاها. يبقى مش غريب عليا اني اعرف عنك كل حاجه. وانا كمان انتوا العيال بقيتوا بالنسبه لي زي النسمه اللي بترد روحي. عارف انا مستنيه اليوم اللي يجي وتكلمني فيه بصراحه من غير ما اسالك او اضغط عليك، لما تحس ان احنا بقينا حاجه واحده. مرهان بقيتي بالنسبه لي اكبر بكتير من انت متصوراها. معاكي بقيت مكشوف على دينا من غير خوف، وحيجي اليوم لا تعرفي فيه كل حاجه. بس لازم تعرفي من الصورة الجوال أبوي صورة الأب عظيم، أعظم أب في الدنيا. وعايزك يعني لما تحكي لأولادي عني تقول لهم إنه كنت كيف أبو زيد الهلالي. يا حبيبي ربنا يخليك لينا وتفضل مناع حسان، أشد من أبو زيد وأقوى من عنتر بن شداد. ما قلنا بلاش الكلام الحلو ده، خلاص ذنبك على جنبك.